المهرجان المهم جدا لان احنا كنتكلموا على التراث اللامادي الوطني وكنتكلموا على الفنون الشعبيه. بالطبع الوزاره من خارطة اولا لتعريف الفنون الشعبيه الوطنيه وهذا المهرجان فرصه باش نعرفوهم وبالطبع حتى على الحمايه على الفنون الشعبيه. ومراكش بالطبع هي عاصمه سياحيه للمغرب وبالطبع واجهه للعالم لان كيف ما كتعرفوا سياح العالم كلهم كيجوا لمراكش، فهذه فرصه مره اخرى باش نعرفوا التراث ديالنا ونعرفوا بالفن الشعبي ديالنا. نستغل هذه الفرصه كذلك باش نذكر بان اطلقنا هذه السنه تقريبا مبادره ديال لابيل ماروك باش نحميو على كذلك المولود الثقافي ديالنا وخاصه التراث اللامادي وبالطبع الفنون الشعبيه اللي شفناها اليوم داخله في هذا المجال. وغتكون هناك حمايه خاصه الموسيقى المغربيه الموسيقى الشعبيه وحتى انخراطهم في المفهوم ديال الصناعه الثقافيه كنعتبره مهم لان كيف ما كتشوفوا هناك يعني فنانات وفنانين يعني وراءهم عائلات وراءهم عاملين في هذا المجال ديال الموسيقى. وتحدي مره اخرى هو ان الفنان المغربي بصفه عامه يولي يدوز المرحله الثانيه اللي هي المرحله الاحترافيه هي انذاك المرحله ديال الصناعه الثقافيه يعني يقدر يعيش من المجال الفني. شكرا.